كشفت عائلة النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي حقيقة إصابة ابن ولاية وهران بفيروس كورونا المستجد. الشقيق الأصغر لبلايلي فريد بلايلي سارع لنشر استوري على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ينفي فيه الأخبار التي تحدثت عن إصابة شقيقه بكورونا. وقال فريد في الاستوري: يوسف أخويا ما عنده كوفيد 19، اتركونا من الأخبار الكذب، ربي يهديكم. قرر النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي رسميا فسخ عقده مع ناديه القطري بالتراضي، ومن المتوقع أن يمضي ابن الباهية وهران في أحد النوادي الإماراتية بعد أن تحصل على أوراق تسريحه من ناديه السابق حسب ما كشف عنه والده. كما يتوقع أيضا أن يلتحق الساحر بلايلي بأحد الأندية الأوروبية نظير ما يقدمه على الميدان وما يملكه من إمكانيات. وقد أشاد النجم الوطني جمال الماضي في الكثير من المرات بيوسف بلايلي، حيث اعتبر أنه يملك من الإمكانيات ما يجعله قادر على اللعب على الأقل في صفوف توتنهام أو أتلتيكو مدريد. والجدير بالذكر أن عقد لاعب الترجي التونسي واتحاد العاصمة سابقا يمتد إلى عام 2023. وقال النجم الجزائري: قد التحق بنادي قطر القطري شهر نوفمبر 2020 قادما من أهل جدة السعودي في صفقة انتقال حر. انتقال بلايلي إلى قطر جاء بسبب مشاكل في إدارة النادي السعودي والتي جعلته آنذاك يقرر اللجوء إلى الفيفا. هذا وخاض يوسف تجربة رائعة في تونس من بوابة الترجي بعد أن تمكن من التتويج مع النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا، كما توج ابن المدرسة الوهرانية مع المنتخب الوطني الجزائري أيضا بكأس أمم أفريقيا سنة 2019 التي احتضنتها مصر. وعلى الرغم من حرمانه اللعب لمدة عامين بسبب تناوله مواد محظورة وفسخ ناديه آنذاك اتحاد العاصمة الجزائري عقده، إلى أن عزيمة الموهوب بلايلي مكنته من العودة إلى الملاعب وبقوة، وذلك بعدما تم تخفيض عقوبته عبر محكمة التحكيم الرياضية من 4 سنوات إلى سنتين. للإشارة، ساهم بلايلي في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021، وذلك بتسجيل هدف الفوز لمحارب الصحراء في الدقيقة 90، كما ساهم في الفوز بالنهائي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.